اكيد حضرت يعني او شاهدت انطلاق الموسم من والنسخه الحاليه من الدوري بالامس. النهارده النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا. قبل ما نتكلم معاك عن رؤيتك لماتش الاهلي والمصري، عايزين رؤيتك لمشوار النادي الاهلي المتوقع خلال النسخه الحاليه من الموسم. والله الاهلي يمكن عودنا دايما ان هو يعني بيكسر سقف طموحاتنا بانجازات كبيره، ويمكن هو عنده الكفاءه وعنده القدره على ده. ويمكن تدعيمات من التدعيمات للنادي الاهلي الموسم ده بلاعبين جيدين جدا، اذا كان امام عاشور او رضا سليم او موديست المهاجم الافريقي. شايف انه لا، الموسم موسم كبير. يمكن النهارده لك بس مباراه الاتحاد العاصمه، وده يعني الاهلي عودنا طول الوقت ان الحاجات اللي في بدايه الموسم دي زي دروس بيبدا ياخد منها قوه، زي السهم بيرجع لورا شويه عشان ينطلق بسرعه اكبر. اكيد ده درس اللعيبه للجهاز الفني، لان لازم من اول ثانيه بمنتهى القوه بندخل كل بطولاتنا بمنتهى القوه. انا شايف ان ده الاهلي هينطلق من مباراه المصري النهارده باذن الله. طبعا يعني مباراه السوبر بتبقى معظم الوقت بتكون يعني مباراه واحده حسب حاله اللعيبه، ممكن يكون دي اوف للعيبه مش في افضل حالاتها الذهنيه او على مستوى الاستعداد الفني او التجهيزي. لكن انا شايف ان الاهلي ان شاء الله يبدا الموسم ده بدايه جيده، عنده عناصر جيده في كل المستويات او في كل المراكز، بدايه من حراسه المرمى الحارس الاول في مصر وافريقيا، خط ديفنس على اعلى مستوى. شفنا المنتخب اتاثر بعدم وجود محمد عبد المنعم في الحته الدفاعيه، محمد الشناوي في حراسه المرمى، اتاثر المنتخب في مباراته امام تونس. لعيبه الاهلي لعيبه كواليتي عالي طبعا على المستوى الفني والذهني والشخصيه اللي مبنيه من تاريخ وعراقه النادي الاهلي. فانا شايف لا، الموسم موسم كبير، بادئ بدايه حاميه جدا وقويه جدا. البنك الاهلي البنك الاهلي بيستعد استعداد كبير، والناس بتبص له بصه كبيره جدا جدا الموسم ده. بتلاقي طلائع الجيش عامل يعني مفاجاه كبيره جدا وكسبان 2-0. فدوري شكله فيه مفاجآت كتير، ولكن النادي الاهلي عودنا دايما انه في المباريات الكبيره وفي الدوريات كمان تحديدا في المباريات الكبيره بتكون انطلاقاته كبيره. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تبقى البدايه موفقه باذن الله.